صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة، صباح اللي بتغني. أخبارك ايه وعاملين ايه وازيكم كده؟ وحشيني كتير جدا جدا. قلت كده اما ادخل كده اصبح عليكم كده واقول لكم انتوا عاملين ايه يا حلوين يا طعمين يا امارات، ازيكم كده. طبعا انا دلوقتي عندي قناتين، عندي قناة انا مسميهم على نفس الاسم حكايات ضحى. لو انتوا بحثتوا على يوتيوب هتلاقوا القناتين هيظهروا لكم. المهم اشتركوا في الاتنين وفعلوا زر الجرس، دي اهم حاجة. تاني حاجة، ازاي انتوا ما بتعملوش لايكات؟ انا قلت لكم قبل كده وكذا مرة، يا جماعة اعملوا لايكات، اعملوا لايكات، اعملوا كومنتات، اعملوا شير. ليه بقى؟ لان الشير والكومنتات دول هيعملوا نسبة مشاهدة عالية عندي، زائد ان هيبقى فيه نسبة اشتراكات عالية، وزائد ان فيه لو فيه اي وضع، اي مشكلة، اي كارثة من خلال قناة حكاية ضحى نقدر نوصل صوتنا للمسؤولين اللي هم متواجدين في كل مكان في مصر. فطبعا انت مش هيخس عليك حاجة ولا انت هيخس عليك حاجة ان انت تدخلي هتعملي اشتراك وتعملي ليه لايك. لايك والاشتراك دول هيفرقوا معايا انا، هما صح مش هيفرقوا معاكوا انتم، لكن هيفرقوا معايا انا. بس اهم حاجة ان احنا عايزين نساعد بعض، عايزين يكون ايدينا في ايدين بعض، عايزين نخاف على بعض، عايزين نحب الخير لبعض. فكون ان انت بتدعم ضحى، ضحى هتدعم ناس كتير محتاجة ضحى بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا زي ما انا محتاجة لكم كده، ومحتاجة الدعم بتاعكم، محتاجة الاشتراك في قناتي، قناتي حكايات ضحى نمبر 1 او قناتي حكايات ضحى نمبر 2. فانتوا عندكم قناتين، يا ريت تدخلوا تشتركوا وتعملوا لايك وشير منشن لكل اصدقائكم. في ناس برضو كتير محتاجة ان انا ادعمها واقف معاها واقف في ظهرها. فاتمنى ان انتم تشاركوا فيديوهاتي وتعملوا لايكات وتقترحوا عليا اتكلم في اي موضوع. اي حد عنده اي مشكلة في اي مكان في مصر، انا هاجي وهسافر وهاجي وهصور، انا عمري ما هتأخر عن حد. فانا يعني بعمل الفيديو ده على فكرة والله العظيم، ومش عايزة اقول لكم ان قد ايه حزينة على اللي بيحصل، قد ايه حزينة ان ازاي ما شاء الله عندي ناس مشاهدين ومع ذلك مستخسرين كلمة اشتراك ومستخسرين كلمة اللايك. فياريت رسالتي توصل، وياريت الكل يدعمني، لان في ناس كتير محتاجة دعم ضحى شلبي. يا رب يكون رسالتي وصلت، ويا رب يكون في استجابة لاستغاثتي بيكم، وهو الاشتراك والدعم واللايك لقناتي حكايات ضحى. صباح الفل.